اليوم انا يعني جيت لصالون دو ليف دو رابا ويعني كنشكر لو سي سي ام او اللي رحب بينا واستقبلنا لانه في هذا الشهر خرج الكتاب ديالي الفريدو اينا افريكا اي ستوري دي اون ايطاليا ناتال تروفي هو كتاب باللغه الايطاليه وكنتمنى تكون له الترجمه باللغه الفرنسيه والعربيه هو كتاب كيتكلم على موضوع الهجرة في إيطاليا ولكن كان يعني كنقدم واحد الصورة حتى لهذا الموضوع على الاتجاه الأوروبي أيضا ففي هذا الكتاب يعني كان تكلموا على 11 قصة ديال نساء ورجال أعمال في إيطاليا اللي هما من أصول كاين اللي من أصل مغربي مصري سوري كونغو بوركينا فاسو يعني من بلدان يعني ديال الهجرة اللي في إيطاليا واللي تمكنوا بالمجهود ديالهم بالكوراج بالأفكار ديالهم أنهم يوصلوا لواحد المرتبة يعني نقدروا نقولوا ديال الناس اللي في إيطاليا كي متلوا الثروة الكبيرة للبلاد الضيافة وفي نفس الوقت هاد 11 قصص هما قصص ديال الناس اللي واخا اندمجوا مع المجتمع الإيطالي في نفس الوقت يعني الأصول ديالهم ما خلوهمش ما كلهم عندهم واحد العلاقة مهمة بالبلادهم بلادهم الأصل وفاش كيخدموا ولكن كيخدموا حتى بأفكار اللي تخليهم أنهم يبنيوا جسور جديدة للبلدان ديالهم فعندنا مادي ساكاندي اللي هو من رجال أعمال من أصل سنغالي اللي وخا عنده نقدر نقوله الامبريزا دياله في, 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 في إيطاليا في نفس الوقت هو كيخدم على المجال دياله في إفريقيا أيضا عندنا حكيمة هادير حتى هي كتشتغل في الموضة في ميلانو ولكن في نفس الوقت قدرت أنها تأخذ الأحسن من الموض وستايل إيطالي وفي نفس الوقت حتى الارتيجانة ماروكان يعني كين هما قصص هما 11 قصص لمهاجرين من أصول عديدة ولكن هذه القصص كتخلينا أننا نصوره واحد صورة عميقة على الهجرة في إيطاليا من السبعينات لليوم فهي صورة اللي كتبين لنا واحد تغيرات كبيرة في المجتمع الإيطالي والأوروبي صورة اللي نقدروا نقولوا في هذا الليفر اللي كتبتها في هذا الليفر اللي في الأول كانت صورة جميلة ولكن في السنوات الأخيرة لسوء الحظ لأن الموضوع بدأ كيتسيس بزاف بدأوا كيشدوه الأحزاب المتطرفة خلات أن ملي كنتكلموا على موضوع الهجرة كاين الكلام عليه ماشي كلام منطقي فهو في الأكثر كلام خوف كلام عنصرية فلهذا داكشي علاش أنا اختاريت باش نجيب واحد قصة اللي خصها تكون واحد القصة بروبوزيتيف اوبتيميس لأن هاد الجاليات هما اللي كيبنيو المستقبل ماشي ديال غير ديال البلاد اللي كيندمجوا فيها ولكن كيديروا حتى المستقبل ديال البلاد الأصل فلهذا كنتمنى أن الكتاب ديالي يوصل إن شاء الله المغرب ويكون
يكون واحد الكتاب اللي خلينا نتبادلوا الافكار ونشوفوا كيفاش نقدروا حتى كمغرب نعطيو دي بروبوزيسيون على كيفاش نقدروا نعطيو حتى حنايا افكار جديده وسياسات جديده على حسب المهاجرين وكيفاش نتمكنوا حتى حنايا باش هاد الثروه اللي هما كيبنيو في البلدان بلدان الهجره تكون ثروه اللي تغنينا حتى حنايا.